دابا الزوجه ديالي مرضات، ودوزت لها عند اطيب طبيب عام، قالوا لي عند المصران. فاش دوزت لها عند قالوا لي مصران، شي تيقول لي مصران، شي تيقول لي المعده. انت تاع طبيب، مشات عند والديها الفقيب صالح، بقات باركة عندهم. دوزت لها طبيب ديال المصران والمعده، طبيب اختصاصي، قال لي عندها ولسيس في الكرش ديالها. قال لي غنسيط عند واحد المصاحه كاينه في الفيدير. مشيت عندهم، قالوا لي السيده الحاله ديالها شويه مستعصيه، غادي يصيفطوها لواحد الكلينيك كاين في فيلد انفا. مشيت لعندهم، قال لي السيده عندها ورم في الري ديالها، في المعده. قال لي يعني قال لي خاصك دير عمليه ديال التحاليل. فاش درت العمليه ديال التحاليل، قال لي راه عندها واحد المرض يعني خاصو علاج طويل. قال لي غادي تخلص 1,040,000 ريال. قلت لي ماشي مشكل، قلت لي هذه لاكيسير، عندي لاكيسير ديالي. قلت لي ولاكيسير ما يرجع لي والو. قال لي يرجع لك 80,000. قلت لي علاش 80,000؟ انا عاطي 1,014,000 يرجع لي 80,000. قال لك لا، قال لك هذا الشيء اللي تيديروا معنا صعب الضمان الاجتماعي. قلت لهم قلت لي ماشي مشكل، انا خاص المرا تصبر عليا. صح ديك 80 ما ترجعوش ليا، غير مرتي باغي تصبر. قال لي حنا الشفاء عند الله، ما عندناش حنا. قال لي حنا غادي نديروا كاع الشيء، وديك الساعه دبر راسك، حنا غادي تبقى ناس عندنا سيمانه باش ديروا لها الكرم. تيديروا لها الكرم يعني يصيروا معلقاو ناس، ما يديروا لها ولا والو. نهار دوزت واحد سيمانه عندهم، المهم دارت العمليه في تحاز، قالوا لي هذوك التحاليل غادي يخرجوا على سيمانه والسيده محنه. قلت لي ما يمكنش انا السيده محنه بقى سيمانه يخرج التحاليل. قال لي قلت لي فين غيمشيو التحاليل برا؟ قال لي لا كاين غير هنا في المغرب. قلت لي ماشي مشكل، انت غيخرجوا سيمانه. قلت لي خليها عندكم تخرجوا التحاليل. قال لي ما يمكنش. قال لك التحاليل سير ديها حطها عندك في الدار وخليها تمايا، تيخرجوا التحاليل وجي خو التحاليل ديالك وانا نصيفطوك لميريزكو. قلت لي علاش نصيفطو لميريزكو؟ انت باش ديتو نهار الاول فتحتو لها ب 1,040,000 وقلت له نصيفطو لميريزكو. قلت لي كون باغي ميريزكو نمشي نهار الاول. دابا فتح ليها ما باريا ما والو، دايره فتحه في كرشه ما براس ما حتى حاجه. دابا قال لك عندها ورم في المعده، غتمشي لميريزكو. هما عطاني واحد البرا ديال برا خرجوا التحاليل، التحاليل ما خرجوها نهار الاثنين، وانا نهار الاثنين وانا مقابل ديال السبيطار في الليل ونجيبها السبيطار ديال الحكومه. التحاليل باقي ما خرجوش نهار الاثنين، غادي يخرجوا التحاليل ديال الفتحه على حساب الفتحه اللي عندها. صافي دابا قال لك نهار الثلاث عطاني برا، قال لي البرا هذه غادي لميريزكو نهار الثلاث مع 9 الصباح غادي يشدوها. هضرت مع السيده الدكتوره غادي يشدها لك نهار الثلاث. قلت لي راه سيمانه باش خرجتيني من دابا الثلاث، راه بزاف، الخميس والجمعه والسبت والحد والاثنين، خمس ايام راه المراه قلت لها ماشي ديال الدار، خليها عندك نهار. قال لي 8000 ريال تخلص، 8000 ريال خلص عليها. قال لي 20000 ريال النهار. قلت لي اش كدير لها؟ دير لها شي دواء اللي غادي يفيدها في المرض ديالها. قال لي لا غندير لها موسكين. قلت لها انا موسكين ندير لها الدار ونخليها في الدار ونخرج 20000. نشري الدواء انا، قلت لي نشري الدواء وندير لها الدواء ما عندي باش انا نخليها ونعسى ومقابله في الدار انا وولادي. ديتها بلا بلا في لابيلانس ورجعتها في لابيلانس 17000 ريال حسب عليا. قال لي ميريزكو هذه الحاله ما كنشدوهاش حنايا، كيشدوها صحاب الربعين، فهمتي. قلت لها انت، قلت لي دابا هذا هي دابا سميتو خليوها عندكم نهار تكمل هذا سميتو العجل ديال سميتو باش ندخلوها للربعين. صافي قال لي لا خرجك شي طراز الموت بقا تستعملو. بما لحق لها الاجل ديال سميتو مشيت للربعين راه غادي يشدوها. قلت لها السيده راه فاتحه ما بغاوش يتقبلوا مني هذه الهضره هذه. قال لي الطبيب اللي فتح لها قال لي بغيت تخليها عندنا هنايا تخلص 20000 ريال الليله، تلحق تيخرجوا التحاليل وديك الساعه نديروا لها عمليه، نقدروا قال لك نحيدوا لها نحيدوا لها شي حاجه من نقصوا لها من المعده ولا شي حاجه باش داك الورم ينقص. قال لي وداك قال لي داك التكاليف ديالها راه غتحسب عليك بواحد 20 مليون. قلت لي ديك الساعه قول لي نهار الاول ما نجيش عندك انا كاع عشت السبيطار المخزن. انا قلت دابا فاش داك درت السكانير في خريبكا، وقلت لي قلت لي الطبيب اللي صيفطني لهنا من الفقيب صالح لهنا قال لي سير انا غنصيفطك للمصحه في فيدير. قال لي راه هو غادي يقول لك اش غادير. قلت له ودي انا قلت له انا بغيت المراه الا كان عندها شي مرض بسيط ماشي مشكل نمشي للكلينيك، انا في الكلينيك نسير بداك الشيء نحيدو المراه. صح عندي دري صغار كان طالب انا المراه يشدوها
يديروا الدوم في اقرب وقت صافي. ما باغي من الطبيب والو، ما يعطيني لا فلوس لا والو. مرسيدي هويا كنطلب من لاله الملك محمد السادس الله ينصرو شوف هاد الحاله هادي. شتي كنطلب انا ثلاثه دراري واحد عندو عامين، الدري الكبيره عندها 9 سنين قابلهم انا وجدام وجدهم هما اللي قابلينهم. المرايا خلاو لي هنا مليوحه، ما باغي منها طبيب والو، انا باغي منو يتكلف بها صافي. يشدوها في السبيطار داوات ماشي قلت لها بالرياليه انا، المهم يتكلفوا بها والشفاء عند الله. باغي حتى شي حاجه.